إذا انضمام للعشيرة نفتح هنا بالضغط على الأيقونة الزرقاء سوف يقول لنا بأن الجلد موجودين فقط بهذه المدن يانجينغ وتشيندو وزوزو ولويانغ. إذن يجب أن نسافر أحد المدن القريبة منا. سأذهب أنا إلى مدينة تشينغدو. نثبت على الخريطة ونذهب إلى بي سي سيرش ثم هذا السبي. إذن السبي يعني شخصية ونذهب تلقائيا إليه مباشرة. طبعا هذا الحل نفس طريقة السفر، نضغط على I want to visit other cities هكذا وسوف اختار المدينة هي تشينغدو. نضغط على الدائرة ثم go to يعني ننطلق الى هناك. هكذا مرة اخرى نسافر بالرحلة الممتعة الى المكان المقصود. طبعا ونرى الجزر كما هو جميل. وهكذا نصل الى مدينة تشينغدو. واو رائع جدا. الان نفتح الخريطة كي نبحث عن منطقة. سوف نذهب عند جيلد مانجر موجود هنا علامة السيوف. اذا الذي نبحث عنه هو جيلد ادمنستريشن موجود قربه تماما. فقط نذهب اليه. سأذهب تلقائيا عندما تضغط عليه هو جيلد ادمنستريشن. ثم اضغط هنا create guild لكي تقوم بانشاء guild ب 300 ليانغ يعني غالي قليلا ليس غالي كثيرا يعني. ثم joined guild يعني انضمام الى العشيرة. هنا يعطيك لائحة العشائر الموجودة. اضغط push down يعني للصفحة التالية وكذا حتى تجد العشيرة التي تعجبك ثم أنت تضغط عليه apply to join يعني إرسال طلب الانضمام ثم تضغط confirm فقط من هكذا. يعني يقول لك يجب أن تطور شخصيتك أكثر من أجل أن تنضم إلى العشيرة وإلى اللقاء.